لمزيد من المتابعة ينضم إلينا في الاستوديو أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود الدكتور سعيد الغامدي. أهلا وسهلا بك دكتور سعيد، مساء الخير. شكرا لحضورك. يعني بداية، عندما نتحدث دكتور سعيد عن هذا المؤتمر الصحفي لوزير الدولة الشؤون الخارجية، ذكر فيه العديد من الرسائل الهامة جدا، وذكر يعني من أبرز الأشياء أن المملكة طلبت يعني إرسال فريق للتحقيق من أجل معرفة مصدر انطلاق الصواريخ التي هاجمت أرامكو، معملي أرامكو. كيف ترى أنت بشكل عام ما دار في هذا المؤتمر الصحفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين الكرام. أستغل الفرصة الحقيقة تقدم لهذا الكيان العظيم قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني، فالجميع بخير إن شاء الله. ما حدث اليوم من معالي وزير الشؤون الخارجية الحقيقة هي تأكيد لما ذكر في المؤتمر الصحفي للمتحدث لوزارة الدفاع، بأن طبعا الحقائق على الأرض، ما حدث من هجوم إرهابي جبان على معملي أرامكو في إبقيق وخريص، أيضا الثوابت أن هناك عدوانا مدعوم إيراني بشكل أو بآخر، يعني لا يمكن أن يكون هذا العمل كما تحدث الحوثي أن يأتي من اليمن، لأنهم لا يستطيعوا أن ينفذوا مثل هذه الأعمال وبهذه الدقة، رغم أن إيران كانت أن تريد أن تلصق التهمة بهم. نعم وكان هناك ترددا من وزير الخارجية الإيراني عندما كان مقابلة في السين إن، عندما عاد عليه السؤال المذيع أكثر من مرة فتنصل من الإجابة وقال هم ذكروا هم قالوا ولكنني لا أريد أن أجزم بهذا. فمعاليه ذكر حقيقة أن إيران هي التي تدعم الإرهاب، إيران هي التي تقدم كل الدعم لهذه الميليشيات الإرهابية سواء في لبنان أو في سوريا أو في اليمن أو في المناطق الأخرى أو في بعض دول الخليج. هناك أيضا حقيقة ذكر عن العدد الكبير الذي الناس يجب أن يعرفوه، 150 طائرة مسيرة و260 صاروخ باليستي، لا يمكن لمجموعة انفصالية إرهابية أن تقوم بهذا إن لم يكن هناك دعم مباشر من إيران. وكما نعرف أن الموانئ الآن في اليمن مفتوحة في الحديدة وفي خلافه، ولذلك استميت الحوثيون في الدفاع عن الحديدة حتى تصل هذه التموينات العسكرية والدعم العسكري المتواصل. الحقيقة ذكر أشياء كثيرة جدا، من أفضل ما ذكر وكل كلامه جميل، ولكن أنا أذكر مثلا أنه هل هذه الدولة هي دولة أم ثورة؟ جميل. بمعنى أنه وأنا لدي الحقيقة كلمة أيضا عن قضية الثورة، لا يجب أن نطلق ثورة على إيران، ولا نقول الثورة الإيرانية ولا الحرس الثوري. لماذا؟ يجب أن نقول الحرس الطائفي، يجب أن نقول تصدير الطائفية. هم يسعون للوصول يستخدمون الدين للسياسة. الثورة بدأت في 79 لكنها قتلت عندما احتلت هذه العصابة المتطرفة التي تصدر للعالم هذا التيار الطائفي الشيعي المتطرف الذي يقتل السنة في كل مكان، وهذه هي ثورة خمينية يعني البداية، ولكن الاستمرار أن نطلق عليها ثورة والله لا يجب، لأن الثورة هي التي تأتي بالأشياء الطيبة للناس، لا تأتي بالطائفية إلى البلاد، لا تقسم الشعوب، لا توزع الإرهاب، لا تدعم الجماعات الميليشيات في هنا وهناك وتشكل العصابات القاتلة التي تقتل هنا وهناك. ولذلك أيضا ما ذكر الحقيقة معالي هو أشار إلى أن المملكة الآن فتحت أبوابها للدول كلها وإلى فرق التحقيق أن تشترك معنا إلى الأمم المتحدة عدد من الدول الأخرى، أنه نحن على استعداد أن نريكم ماذا حدث. نحن نريد أن نعرف أيضا في المملكة العربية السعودية، لدينا شك كبير أن إيران أن انطلقت من إيران، ولكن نريد أن نتأكد تقنيا عسكريا فنيا أنها انطلقت من الأراضي الإيرانية، وعند ذلك سيكون الرد. الشيء الجميل الآخر أن الدول كلها دعمت، هناك أكثر من 80 دولة دعمت موقف المملكة. صحيح. وأيضا شددت على هذا العمل الإرهابي وأنه لا يمكن قبوله على المستوى الدولي، خصوصا أنه ذكر أن هذا يعني وصف الهجوم بأنه هجوم على البشرية وعلى العالم أجمع. ما في طيب دكتور سعيد، يعني عندما نتحدث الآن عن يعني هذه المفارقات، يعني 260 صاروخ باليستي إيراني و150 طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المملكة وتم تدميرها بفضل الله، بفضل جهود القوات المسلحة بعد فضل الله عز وجل. طيب دكتور سعيد، يعني المملكة مع ذلك هي لم تطلق رصاصة واحدة تجاه إيران. هنا دولة تبحث عن الاستقرار في المنطقة وهي المملكة العربية السعودية، وهنا دولة تسعى لإشعال الفتن والصراعات في المنطقة. وهذا الحقيقة ما أكد عليه معالي عندما قال أنها هل هي تريد أن تكون دولة أو ثورة، وأنا قلت أنا يعني دائما أحذر من كلمة ثورة، ولكن هذه ليست دولة، هي عبارة عن تفكير للأسف الشديد طائفي، دعم للإرهاب، دولة خراب. يعني دعني أذكر أمثلة مثلا. ماذا قدمت إيران في العراق؟
ماذا قدمت إيران في سوريا؟ ماذا قدمت إيران في لبنان؟ الآن في لبنان حزب نصر الله الإرهابي الإيراني المدعوم عطل الحكومة لمدة سنة، هو يتحكم الآن، هو مصدر خراب للبنان عندما يطلق صواريخ على إسرائيل فيترد على لبنان بشكل عام، هو مؤثر على المشهد السياسي. أيضا في سوريا ماذا حدث؟ قتل آلاف البشر بسبب إيران وتدخلات الإيرانية. ولذلك نقول أن هذه الدولة هي الحقيقة لا تواجه العالم الآن في قضية ضرب منابع النفط، هي تواجه قصة السعودية عفوا، هي تواجه العالم كله، لأن هذه السلعة هي مصدر دولي، هي سلعة دولية، هي تؤثر على اقتصاديات الدول الكثيرة. ولذلك أنا أشيد حقيقة بالتوجه الأمريكي الآن في إرسال الدعم العسكري للمنطقة، وأيضا لتشكيل حلف بحري لدعم الناقلات ونقل الطاقة والنفط من المطلع. وهو من ضمت إليه المملكة والإمارات أيضا والأمارات. طيب أستاذنك بالبقاء معنا دكتور سعيد الغامدي.